ولا وترشحنا. مساء النور، مساء الفل لكل مشاهدي قناة حنا بعل، لكل موعد جديد من برنامج سويعكان 24 ساعة بعد تأهل نسور قرطاج إلى الدور الربع النهائي وبعد مباراة كبيرة والانتصار على المنتخب النيجيري هدف مقابل صفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القطر. تيتك يا تيتك وتونس راهي زهيتك. إن شاء الله الكل نكونوا وراء المنتخب الوطني التونسي، والكل يد واحدة، إعلام، نقاد، فنيين، الناس الكل وراء المنتخب التونسي بجميع خلينا نقول مختلف انتماءاتنا، مختلف ألواننا. عنا لون واحد وعنا دراب واحد هو الدراب التونسي. النجمة والهلال إن شاء الله تبقى خفاقة وعالية في سماء الكاميرون وفي سماء كل البسيطة. أكيد المنتخب التونسي زهد توينسا الكل البارح، وباش نرجعوا أكثر عمق وأكثر تحليل فنية لمباراة تونس نيجيريا. كالعادة سعيد باستقبال ثلة من أبرز المحللين والمدربين الفنيين، وكذلك ثلة من الإعلاميين المميزين جدا، الأنيق على الدوام رضا البوراوي الناقد والمدرب. أهلا وسهلا سي رضا. مرحبا سي خالد، ومرحبا بجميع مشاهدين سويعة سبور. سويعة كان هذه سبور، خليها ترجع سنين. سمحني سويعة كان حقا. يعطيك الصحة سي رضا، سعيد جدا كالعادة بتواجد الزميلة العزيزة والمتألق على الدوام عايدة عرب. عايدة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا خالد، في فور موتيتك ربحت تونس بارك الله، يعني بانش برشا بانش. صحة خويا صحة، مبروك. أنت غبت علينا، أنت رجعتنا في فورمة بعد نهارين. أي أي ليلة ارتحت باهي باهي الراحة، ساعة حضرت روحي الماتش تونس. ربي يخليك عايدة، نورتنا كالعادة بالحضور نتاعك. لو باترون يوسف الزواوي الأكيد دائما موجود في برنامج سويعة كان. سي يوسف أهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بكل مخيال ومدام عايده. ربي كرمنا يا مدام عايده، كرمنا هكا ولا والله ربي والله ربي كرمنا. دعينا يا اخي، ربي كرمنا. ربي كرمنا الاكيد بالتاهل الى الربع النهائي، وان شاء الله ربي دائما يكرم كل الرياضيين التوانسه في مختلف الاختصاصات هكاك، ونمشي ونرفعوا الدراب نتاعنا عالي. سعيد جدا باستقبال للثاني مره في برنامج السويعه كان المدرب والفكر الرياضي الكل القادم على مهل في تونس الاسعد الدريدي. الاسعد اهلا وسهلا. مرحبا يا خالد، مرحبا بالحضور وبالسادة المستمعين الكل. أكيد فورمك الجماعة الكل. لاباس الحمد لله، كل منتخب. نبدأ بسي رضا، فرحة محليها فرحة الانتصار، الناس الكل شكت في المنتخب التونسي للأمانة، الوحيد اللي قال هنا في البلاتو واحد بليش تونس باش تربح هو رضا البوراوي، الشيخ رضا البوراوي أو العزام رضا البوراوي. اختار حاجة واحدة. أنت إيش تحب، الشيخ ولا العزام؟ خليني عزام خير. عزام، ما تحبش الشيخة. تو باش نعزم عليك أنت بعد. تفضل عزم. خويا نقولوا ساعة مبروك للشعب التونسي الكل، مبروك للجميع الرياضيين وغير الرياضيين، كبار وصغار ورجال ونساء، على كل الحمد لله. إن شاء الله نواصلوا ونحطوا سقينا في القاعة وكأننا رانا ما عملنا حتى شيء. الفرحة صحيح فرحنا، لكن ما نكبروهاش الفرحة، لأنه قبيلك أنا أحكي في البلاد في الملاك، وأنه وقت اللي واحد يشوف الفرحة في تونس إن شاء الله تدوم ساعة. أمين. لكن وكأننا تحصلنا على الكوب دافريك، إذا ربحنا نيجيريا عملنا هكا ما شاء الله، لو نربحوا ناخذوا شامبيونات افريقيا باش نعملوا؟ خلينا نفتحوا كل هنا في البلاتو. لا لا، انا فكرت في حاجه، انا نحب نشكر بلال العيفه تبارك الله عليه. أي. بصراحه انا ما نعرفوش يشطح تبارك الله، يدور حزامهم مليح. شنو باين الحمد لله، يلا وشيء غريب فيه هذا اللاعب هذا يا سنان، متالق في جميع المستويات، في الرقص في اللعب في اللي تحب انت. لي ميور البارح اندكس نتاع الستاتيستيك ايتي لو ميور. برافو علي. برافو برافو علي. برافو 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 برافو، يعطي الصحة. نكملوا ولا كهوة خويا؟ لاندمي. لا مش ندخلوا في الأمور الفنية. أكيد كلمة قراءة أولية وبعدين ندخلوا في الأمور. أنا قلنا مبروك من الناس كل خويا. يعطيك الصحة سي رضا، قراءة أولية عايدة. قراءة أولية، تكلمنا لهنا في ماتش غامبيا وقلنا على الانضباط والكل، قلنا اللي قلت الانضباط نهارتها نوزا جوي أن موفي تور. والمنتخب الوطني التونسي في المباراة نتاع البارح كان اكزومبلير في الانضباط، انضباط تكتيكي، انضباط على مستوى الدفاعي، جرينتا كبيرة معناها من الأولاد الكل. أكيد معناها قبل ما ندخلوا في لي ديتاي نتاع الملاعبية، أكيد عامل الانضباط كان ليه دور كبير، شفناه على البنك، شفناه في وسط الميدان، شفناه في الشانجمون، شفنا انضباط على جميع المستويات من كل اللاعبين، شفنا
المهاجمين يعافضوا في الدفاع يعني بكل روح وبكل جينيروزيتي. معناه أكيد المنتخب الوطني التونسي استفاد من درس غامبيا ومن قلة الانضباط اللي كلفتنا الهزيمة ضد غامبيا في آخر ثواني. وأكيد معناها الدرس هذاك كان مفيد جدا لمباراة نيجيريا. حاجة أخرى نقطة ثانية أنا تخوفني شوية من المنتخب، مباراة إكزومبلير نهار ضد جمعية قوية ويجيك ضد جمعية متواضعة في المتناول يخرج لك معناها مباراة متواضعة جدا ولا أقل من المتوسط. إن شاء الله الانضباط اللي شفناه البارح يتواصل في مباراة بوركينا فاسو وفي المباراة الجاية كان كرمنا ربي وزدنا ترشحنا. نتصور أنه معناها بالانضباط اللي شفناه البارح المنتخب ينجم يمشي بعيد كان يقعد في نفس ليتا ديسبري متاع اللي شفناه ضد مباراة نيجيريا. أكيد عايدة ساشون كوكو غامبيا يبدو لي مهوش منتخب هين. اليوم غامبيا في أول تجربة إفريقية موجود في الربع النهائي، يلزم كل المنتخبات تحسب له ألف حساب. سيوسف قراءة أولية بعد مباراة البارح والفرحة اللي عشناها الناس الكل، التوانس الكل شيخت. شيخ شيخنا كورة وشيخنا فرحة. هو احنا متعودين كيما المنتخب بتاعنا حتى الجمهور بتاعنا كيف كيف نعيشوا مع الفرحة بصفة كبيرة ياسم. يعني الاموسيون نعرفوش نتحكموا في الاموسيون بتاعنا، وهذه نقطة من النقط اللي يلزم. تحكمت الفرحة بتاعك البارح انت في الدار وانت تتفرج؟ ماك شيخت راك عيطت والله يا شيخ. تو باش تكلمني كلام ما نحبش نقوله انا. تو تقوله شخت برشا، فرحت برشا برشا برشا، لكن في ان واحد وقت تسمع الحاجات اللي انا ما نحبهمش واللي هكوما يخليونا نعملوا كلي هكا نيولي با دي هودي دي با اللي ندخلوا في احنا رابحين في الفرحه وداخلين قاعدين نعملوا في مو في تحليل، قاعدوا نقصوا في المجهود نتاع الناس كل نتاع الناس كل لا مجهود نتاع معينين وندخلوا مع الاسف ندخلوا تحكي على المدرب ميسيس يوسف ندخلوا في واضح ندخلوا في ندخلوا في نميمه في نميمه انا با بيزوان يا ربي انا با بيزوان. طيب خدك اللي باش يسمعني باش يقول هذا يدافع ديما يدافع. انا ما نحبش ندافع، انا نقول الحقيقه، انا نقول الحقيقه. انا وقت اللي نسمع معنا احترامي للصحفيين تحيه لكل الزملاء في حصه في كل المؤسسات الاعلاميه معنا في حصه ما عندهاش علاقه بالرياضه، ما عندهاش علاقه بالرياضه. يقول والله ماذا بينا لو كان المكتب الجامعي يقول لنا شكون قاعد يهبط في الجوال الفلاني والجوال الفلاني. هذا باش تضيف حاجه انت كتعطيها للراي العام، هذه شنو معناها تحب تخلق فتنه ما بين المدرب منذر كبير وجلال قادري. فريمون هنا تحيه كبيره لجلال قادري سي ان مونيت فريمون اونيت، واللي قال اللي عاشه الصحيح وهذا نعرفوه احنا اكيد جدا. ديكلاراسيون تاع انسان محترم جدا يعرف لي راشي فما طبق للضوابط كيف كيف الكل كيف كيف لو غارديان لو كابيتان ديكي كابيتان ديكي ما عمل ديكلاراسيون زاد حط لي بوين سوليزي معناها اعطاه حاجه اللي كونه على مستوى العلاقه اللي تربط المجموعه الكل معناها علاقه ايجابيه وطيبه. باش نرجع للمقابله مش رجعنا المقابلة بعد بشوية بشوية، هذه قراءة أولية، ولكن أنا نحب نتعمق معاك أكثر في الكواليس اللي عشتها البارح. إيه؟ بعد ما في الماتش وارتحت شوية وشخت أول تليفون شكون عملته؟ تليفون أنا؟ ولا ما عملت حتى تليفون حتى حد؟ والله سانسيرمون كلامي صحيح. في الموضوع ما نحبش نعمل تليفون لا لي شيء. من بعد 24 ساعة عملت تليفون؟ لا ما مشيش تليفون مكسر. يعطيك الصحة سيوس، هذه قراءة أولية بالحق. وأنت حكيت على الديكلاراسيون تاع جلال القادري، أنا مش بمشي مع الأسعد على الديكلاراسيون تاع القائد اللي هو يوسف المساكني اللي رجع لسلف العهد والأوان. والبارح يوسف للأمانة عمل ماتش يعني بالحق إكزومبلير فيك على كل المستويات، انضباط تكتيكي، انضباط فني، دفاعيا هجوميا، كان وراء كل يعني هجومات المنتخب التونسي وخاصة على مستوى الاتصال. الأسعد يوسف يقول لك نحن الكل وراء المدرب نتاعنا اليوم. ديكلاراسيون تاع ملاعب بكبير باتم معنى الكريم. يوسف ولا اليوم ماهوش ليدور تكنيك في التيران كهو ولا ليدور برا خارج من التيران. ديكلاراسيون تاع انسان تحمل مسؤوليه ساعه في التيران عمل الماكسيموم تاعو باش يهز المجموعه ويوصلها معناها الاوبجيكتيف نتاعها. والديكلاراسيون تاع انسان ريكونيسون اعطى حق المدرب نتاعو لهنا تفهم قيمه معناها المجموعه وقيمه معناها الميساج اللي قاعد يتعدى في وسط المجموعه. تحدثنا قبل على السوليداريتي وعلى الامبيونس اللي موجوده في الجروب. كي تسال برشا ملاعبيه في الجروب وعندي علاقه الناس كل تحب يوسف ملاعبي محبوب مالغري معناها البوتنسيال اللي عنده والاسم الكبير اللي عنده كارير اللي وراه، لكن ملاعبي متواضع مع اصحابه
ستان معناها من اردوم اللي ديما في البوزيتيف، وذاك اللي خلى اليوم نشوفوا يوسف ما حتى كي يبدا ماهوش في نهاره اللي كابابل باش يعمل معناها لا ديفيرونس اتو مومون. البارح شفنا رياكسيون من اللاعبين الكل نتاع امور بروبر، خاطر اللاعبين نتاعنا تمسوا في الامور بروبر نتاعهم، فما شكون مسهم في الوطنيه نتاعهم. شفنا قسينا برشا على اللاعبين نتاعنا اليوم، ما نجموش ملاعب يربح اليوم باهي غدوه يولي معناها دون 48 ولا 72 يولي ملاعب خايب. نمشيو برشا بالليزوموسيون نتاعنا في الكرة ولا في الدنيا بصفة عامة، يلزمنا نكونوا أكثر راسيونيل، يلزمنا نعرفوا نتعاملوا، حتى الخسارة نجم نخرجوا منها حاجة باهية بوزيتيف وقت نمشيو بمخاخ، كي نربحوا مش كل شيء باهي، يلزمنا نلوجوا عليهم لنقاط نجموا نحسنوهم كما في المباراة الأخر، عملنا مباراة محترمة سيرتو لي بلون، سيرتو بلوك إيكيب نتاعنا كان كومباكت، شفنا أورغانيزاسيون ديفونسيف على مستوى عالي، شفنا ملاعبية معناها أعطات الماكس. يوسف باش نعطيك ليكزومبل تاع يوسف، عمل لي فور سو لو بلون ديفونسيف اللي ما عملوش. ممكن يوسف عنده مده، وقت اللي تشوف يوسف يرجع مع الارير لاتيرال حتى للاخر، وقت اللي تشوف يوسف موجود في الكادراج وفي الارسيلمون يظهر سي تانسيني للملاعبيه في النهار هذاكم كانوا دي سي دي باش يعطيوا الماكس نتاعهم باش يفرحوا الشعب اللي لازم يكونوا راهم تاويك. ميساج لازم يكون بوزيتيف اليوم، المنتخب التونسي قادر باش يمشي لبعيد، نحن ماناش فرحانين خاطر ربحنا نيجيريا، المنتخب التونسي قادر باش يربح نيجيريا والكاميرون اللي تصور انت في بالك، لكن المنتخب التونسي هذا لازمنا نكونوا راه بالكلمه الباهيه اليوم، والملاعبيه لازم يكونوا مديري في الفرحه نتاعهم. نعرف علاش فرحانين بالتدريب هذيك، خاطر تمسوا، واحد عمل رياكسيون اليوم انت تمسوا عمل رياكسيون، ظهر البوتنسيال اللي عنده وظهر معناها اللي هو راه موجود. اشاك فوا كنا دو مور الا والملاعبيه نتاعنا عملوا رياكسيون وكانوا على الاوتور. احنا ماذا بينا، صحيح كلمة اللي يدخل فيه، اما احنا ماذا بينا الملاعبي ما يلعبش كان باش يعمل رياكسيون. صحيح معاك. الملاعبي يكون ايجال الوي ميم، كان انت عندك بوتنسيال، البوتنسيال نتاعك عليه شنو هو مخبيه؟ معاك. معناها هذيك الحاجة اللي تقلق اني البوتنسيال موجود. موجود. صحيح. لكن وقت اللي البوتنسيال يبدا موجود وانا نهار نستغله ونهار ما نستغلوش، وما نستغله كان كي نبدا ممسوس والا كي نبدا معناها باش نعمل رياكسيون دامور بروبر، انا عندي امكانياتي. معاك. نلعب على امكانياتي، علاش نعبط امكانيات المنافس ساعه ساعه والا ما نستغلش امكانياتي؟ خليني نستغلها في كل مباراه ونجم نكونوا هكاك من احسن الفرق الافارقه سينو لا ميور ايكيب. عليه تفضل يا سيدي. شوف انت ماشي لخدمتك ومجتهده في خدمتك، والله مصلي على النبي عليك، لكن قبل ما تمشي لخدمتك او ليله اللي ماشي لخدمتك عندك ان ديفوار اكومبلير، وتسمع اشياء غير انتقاديه معناتها بدون ما تشعر، معناها انت كلك تتبدل تتغير. راهو بشر، راهو الملاعبي بشر، راهو المدرب بشر. تقول انت علاش معناتها الرياكسيون ما تصير؟ لما خاطر ابريتو راهو فما كلام يتقبل وفما كلام ما يتقبلش، فما كلام وقت اللي تقول لي انت ما تعرفش تراني مثلا نقبلها، اما تجبد لي امي وتجبد اولادي وتجبد اخواتي وتجبد عائلتي وتطلع في كلمه من المستحيل. راهو بشر الناس كل راهو تحس. انا نتمنى معناتها نحيو يا سيدي كريتيكي من حقك، تقول الطريقه غارطه، تقول المدرب مثلا اليوم ماهوش في فورمه، مثلا المدرب ما حضرش المباراه كما ينبغي، هذا كله يتقبل. كنا قابلين على النقد، لكن انا معاك تجبدني يا خويا. لا انا معاك في اللي قلته كل، خاطر نحن اون برانسيب عندك بوتنسيال تستغل اون برانسيب. النيفو نتاع المنتخب والملاعبيه نتاعنا ينجموا يعملوا برشا مخير، لكن فما ظروف تعدى بها المنتخب التونسي شفتوا معناها الكوفيد اليوم اللي صار على تونس ما صار حتى منتخب. نقولوا نحن اليوم مباراه نيجيريا جات باش تصح المسار، عاد الكوفيد صار في المباراة نيجيريا اللي احنا عملنا فيها. انا ايش نقول لك؟ انا ايش باش نقول لك؟ اليوم ان شاء الله مباراة نيجيريا هي اللي لازم ترجع الناس كل للجادة، والناس كل اليوم نمنوا برواحنا، خاطر نحن مالوروزمون معناها كما قلت انت قعدنا نلعبوا معناها رياكسيون بارابور لادفرسير اش عمل والا اليوم. لكن فما حاجة زادة لازمنا نفهموها، لازمنا نتكلموا ونقولوا صحيح الكرة التونسية كي تلعب في ريجيستر معين تنجح. نرجعوا للتاريخ نتاعنا في الكوره، المنتخب التونسي ولا الانديه نتاعنا كي تخرج تلعب على الاكستيريور ولا باش تلعب مسابقات، الانديه نتاعنا نلعبوا فوتبول يوسف يعرف من 2004 شكون ليكيب اللي لعبت وقداش من ملاعب لعبنا براتيكمون. كي تشوف لي جوار دو ميلو تيران لعب بهم روجي لومير وقتها، لعبنا بعادل الشادلي بالنفطي بالمناري، لعبنا براتيكمون بن عاشور بالبعزيزي. دونك ديما نستناو ونمشيو في الترانزيسيون. المنتخب التونسي وقتاش يلقى مشاكل؟ وقت اللي يبدا هو مطالب باش يمشي في الاتاك بلاسي ويلقى. اليوم عندنا ملاعبيه تعرف تتحكم في الكره، لكن مالوروزمون مازلنا ما لقيناش لي زوتوماتيزم نتاعنا سو لو بلون اوفونسيف، باك لي موفمون ولي زابيل كروازي باش نخلقوا المشاكل.
المشاكل اللي زادفرسير سيرتو وقت اللي تلعب ضد منتخب متنظم بالقدام، منتخب معناها عنده اورجانيزاسيون ديفونسيف على مستوى عالي كما المنتخب الجامبي اللي ما نحكروش. منتخب هذا ظاهر من افضل المنتخبات اللي شفتها توا على مستوى التنظيم الدفاعي وعلى مستوى سيرتو لا ترانزيسيون اوفونسيف. المنتخب التونسي لقى الاشكاليه هذيك. زيد حاجه اخرى، منتخب لاعب المباراه نتاعو وهو مترشح. نحن شنو نقولوا اليوم؟ اليوم المنتخب التونسي معناها الجران فافوري في التورنوا هذه هو المنتخب النيجيري والمنتخب الكاميروني. اليوم تربح النيجيريا مش معناها راك داخل مباراه بوركينا فاسو معناها باش تربح بالمفاصيلمون. مباراه باش تكون صعيب مع ادفرسير اللي على الورق اقل منا، لكن قلقنا عبر التاريخ. زاد عبر التاريخ قلقنا، لكن انا شفت المنتخب هذا، شفت البارح الماتش معناها بلوك ديشكتي على 60 متر يلعبوا سيفري، عندهم معناها دي زاتاكون رابيد ينجموا قلقوق اللي تمشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاتاك بلاسي وتمشي للهجوم. المنتخب التونسي لازم يدخل من اليوم يحضر في المباراه نتاعو. انا تحيه كبيره اللي طرف فني المنتخب التونسي اللي عرف كيفاش يحضر المباراه نتاعو. جران برافو للديكلاراسيون الكبيره اللي عملها جلال قادري، خاطر ظهرت اللي هو انسان بروفيسيونيل وانسان محترم جدا. اليوم نحن مطالبين باش نكون ورا المنتخب نتاعنا، يلزم اللاعبين نتاعنا واللي طرف فني يامنوا اللي كان هذايا المنتخب التونسي قادر باش يفوز به. دو ماتش نجموا نعملوا فينال. حاجه اخرى، كي تشوف انت المنتخبات الكل اللي لعبت، انا نقول لك حاجه، الفريق اللي باش يكون عنده اسيست ديفونسيف به وباش يكون عنده بلوك كومباكت بيان اورجانيزي هو اللي باش يمشي لبعيد، مش الفريق اللي عنده اكثر نجوم واكثر معناها بوتنسيال اوفونسيف. لا لا، واذا قلنا خاطر انت اليوم، خاطر انت اليوم كي تشوف الاخطاء وحاجه اخرى، مهما كان قيمه الملاعب الافريقي ومهما كانت الانديه اللي العب فيه، انا عندي قناعه اللي ملاعبيه لي زافريكان سون نايف. وشاك فوا انت شفت المنتخب البوركيني في اول مباراه ضد المنتخب الكاميروني كان متقدم هدف لصفر بعد زود ضربه جزاء كان ينجم يتلافاه على اخطاء معناها فرديه. كيف البارح المنتخب البوركيني في ال 90 مينوت خطا معناها هدف ضد مرماه وقت اللي كان هو متقدم في النتيجه والمنافس كان يلعب امواندري. دونك شنو نقولوا نحن لهنا؟ المنتخب التونسي عنده الحنكه. اليوم الفريق نتاعنا عمل رياكسيون باهيه، ماذا بينا نبنيه على مباراه نيجيريا ونحاولوا نقدمه باش نمشيو قدام. نحكيو على نيجيريا سي يوسف. الاطار الفني التونسي حضر المباراه، لسعد الدريدي قال كما يجب. الناس تحكي اليوم شكون حضر المباراه؟ خيمور اكيد فما اطار فني اول وفما المساعد نتاعو اللي هو منظر الكبير. يبدو لي كانت قنوات الاتصال مفتوحه بيناتهم ليله المباراه ويوم المباراه وحتى قبل المباراه ب 48 ساعه. وهو ما بين المقابلة الأخرانية اللي لعبناها والمقابلة نتاع نيجيريا قداش عندنا؟ 48 ساعة وشو أقل شوي. ما فيهاش ديبلاسمون بالطيارة؟ فيها. معناها شنو يقصدوا اللي كونوا علي بوركوا أون شير سا؟ علاش نتكلموا عليه؟ فماش علاش نتكلموا عليه؟ سي نورمال، فما ستاف تكنيك. وستاف تكنيك هذا تتصور أنت اللي تقولوا فيه توا الناس ويحبوا يمسوا داخل المنتخب، يحبوا يمسوا داخل المنتخب. ما تقوليش هذا رأي وما تقوليش هذا اقبل الكريتيك. لا مش كريتيك، لا مش كريتيك، سامحني. واضح يحب يهدم المنتخب. عنده شخص بفلان ولا بفلان وكل الله اعلم، الله اعلم. سي نورمال، فما ستاف تكنيك قاعد يخدم والستاف تكنيك هذايا معناها تسير المقابلة وسي نورمال بالتكنولوجيا الجديدة معناها فاسيل باش تنجم تسير. هذا مش جديد علينا احنا، وشفنا احنا معناها كيفاش البريباردور فيزيك يقدم الجلال ويقول له حاجات. سي نورمال، بالعكس حاجة إيجابية باهية، احنا في عوض نفرحوا بها وفي عوض مثلا ندعموها وفي عوض معناها ناخذوها في نطاق النجاح الجماعي. نحبوا احنا نخرجوها من النطاق نتاعها ونهزوها نطاق اخر. بالنسبه للامور نتاع النجاح نتاع المقابله هذه، صحيح كما قلت اللي فما ردود فعل، وردود فعل جايه من الظروف اللي عشناها، من الكريتيك اللي خذاوه لي جوار. تمسوا برشا وعملوا ردود فعل، وكل مره يعملوا ردود فعل. لكن بعد ردود فعل هذيك ليموسيون هكا ما يلزموش يستحفظوا عليها. بالمقابله بالذات اللي قال لسعد على مستوى الاورجانيزاسيون، وحتى كي تشوف تو انت تكلمت على الجمبي. الجمبي ما يعرف احد، معناها لابروش دو جو نتاعها مبني على ايش؟ مبني على ال 4-5-1 وبعد شيء ينطلق الا في لو سيربريز تاع الناس الكل. ليكيب اللي تعمل لو جو في دي كونديسيون كليماتيك والكونديسيون تاع التيلي تيران صعيب باش تعملها.
والبريباراسيون نتاع لي كلوب الكل ما كانوش حاضرين. وقت اللي قلنا احنا راهي الكيم تاعنا مش حاضر، نعرف واش نقولوا، مش حاضر خاطر مش حاضره، ما نجموش نكونوا حاضرين. قاعد في الكومبيتيسيون معناها. في الكومبيتيسيون كو في الكومبيتيسيون ما نجموش نستغلوا الحضور نتاعك الماتش ما ماتش. احنا كلهم ما كانوش حاضرين. كله يتبدل كيما يتبدل كيما. انت تتصور الريال جوش نتاعنا البارح مثلا حدادي. حدادي بالنسبه لي انا، حدادي بالنسبه لي انا عنده قداش في الاكيب ناسيونال؟ بور موا الى في لو ميور ماتش. باش بالريغور بالبلان داكسيون اللي حضروا ستاف تكنيك. الحاجه اللي البارح تميزت في طريقتنا مثلا قال قوتنا ظهر قوتنا جبد هو اللي احنا عندنا ريفيرونس كيما كانت عندنا ريفيرونس 78 وقعدنا نخدموا بها توا ريفيرونس في الكوب دافريك سي 2004 وقال مثلا شنو هي البلان داكسيون اللي عاملينه مبني على البوزيسيون داتونت اي لا كونتر اتاك جزيري وسانتوس يعملوا لا ديفيرونس. البارح شنو اللي معناها كان متخالف على الكونتر اتاك؟ اون با فيت كونتر اتاك البارح. شنو اللي القوه اللي حطينا فيها وهكا؟ الترانزيسيون اوفنسيف كانت ضعيفه شويه. سي با لوبجيكتيف مدام عايده. اي خاطر يافي بوكو دينيرجي ديبونسي في الديفونسيف. لا, لا 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 معناها سيت ايفولو بارابور ستاف تكنيك. وقت اللي تشوف بيان سور سي اون تكتيك معناها. كيفاش تشوف انا؟ اعطوني فما على سعد. احنا شو نشوفوا الادفيرسير؟ شو قلنا الادفيرسير؟ تيلمون اللي هو لا فافوري. اللي كونوا سي سون دي جوار لي زيرال لاتيرو ولي زاتاكون نيفل فوق صحيح ولا لا؟ سي سي لا كونتر اتاك سي لاتاك رابيد ما تنجمش تشدوا. اش عملوا البارح؟ تكنيكمون رقدوا لادفيرسير ان فو ريتم لعبنا بان فو ريتم باش رقدوا لادفيرسير. كي تشوف تو لي ستاتيستيك معناها كي نقولوا رقدوا ما نتكلموش هكاك. شوف لي ستاتيستيك لا ريلاسيون اونتر لي جوار في لي باس ما كانتش من الميليو لاتاك اللي هي فيها ترانزيسيون، كانت من بين لين ديفونسيف لو ميليو تيران. هنا لادفيرسير ناخذوا احنا ان جوار في لي غوش اللي في لا ديفيرونس او نيفو دو دريبل. البارح اش عمل؟ انكزيستون. اي سيمون سيمون طلعت في بعض الخطات بتاع دراجي اللي كان عامل فيها اوبليجي باش يرجع بالتويلي باش ياخذ هذا رقد رقد لو ريتم. خرجوا من اللعبه، خرجوا من قوته، خلاه يلوج في ان اوتر ريتم دون لو ماتش وما لقاهش. جاء على مستوى لي كولوار خاطر قوته في لي كولوار. تشوف انت وقلت على سي يوسف وهنا برافو ريغور تكتيك. عمرك ما تخلي تلوج لو ان كونترا اي توت سويت لو دو كونترا. توت سويت لو دو كونترا. وهذاك اللي نجحنا فيه، خلقنا سور نومبر اشاك فوا سور لو كوتي. هاي الديفرنس. هاو شوف المركز ستريكت اللي عامله دراجر لسيمون ما خلاهش يتنفس. ومش وحده، بعدش يجي يوسف. لا لا بعد ساعات يجي يوسف اثنين وثلاثة. باش نكمل باش نربط باش نربط مع كلام سي يوسف. يعمل ديفونس ا دو اتروا. في اللونتام دو ماتش خذا زوز كور ممكن خذا بي عمل بهم لا ديفيرونس. من بعد ديريكتومون شنو اللي صار؟ لاتاكون دو كولوار نتاعنا رفيعه كان يطلع ديريكتومون على ريلاتيرال نتاعهم لاريير غوش باش يورونتي ولا يعمل مي شيما ويقعد يستنى يخليه يعطي الباس الباس لسيمون وبعد يجي في الكاميرا فما دي سيتياسيون ولينا نمشيو في 3 كونتر 1 على سيمون دو تيل فاسون ما عادش عنده سباس ولا اون انفيريتي نيميريك ما عادش ينجم يلقى. دونك المنتخب التونسي هنا في الاستراتيجي نتاعو نجح خاصه انه المنتخب النيجيري معناها كان يلعب بريتم بطيء جدا كان يلعب معناها خاطر ما لقاش لي زيسباس اللي يحب عليها اللي تي اوبليجي. حاجه اخرى المنتخب هذا عنده مرونه كبيره سو البلان تكتيك عنده تروا جوار كلي اللي معناها شفتهم انا في مباراة هذيا اللاعب رقم اربعه انديدي خاطر هما بداوا بالكادو 3 1 بعد كي تبدا الكره عندهم في الفاز دو بروغريسيون ملاعب رقم 10 هذايا اريبو هو اللي يدخل باش يلعب في الانترليني يولي مع ناتشو يعملوا 2 8 براتيكمون يوليو في 4 3 3. المنتخب التونسي بالبوزيسيون المهم تاع لي جوار دو ميليو تيران تاعو ما خلاش لادفرسير يلعب اونتر لي ليني ضيق وكان ديما لو جوار لو بورتور دو بالون كان ديما ارسولي دو تيل فاسون يخليه يلعب لاتيرال ما يلعبش لا فيرتيكال. هذاك اللي خلق مشكله كبيره للمنتخب النيجيري. اخرى لا سعد بار كونتر هما خلاو دي زانتر ليني بار كونتر هما دو لور كوتي في نيجيريا نحكي لك خلاو دي زانتر ليني وخلاو دي زانتر ليني. احنا اون اكو رضا خلي كمل معايا رضا كمل معايا رضا في هذه شفتها ولا ما شفتهاش كيفي انا؟ احنا كنا ننتظروا اللي باش نلعبوا اون تروا في الديفونس خاطر الماتش يلزم تعمل اتروا دون لاكس تسكر الكولوار وتسكر لاكس. هو براتيكمون لعب لا اون تروا بتوخير تسخيري. يا تسخيري في الكونستركسيون كان يتيح. في عوض لو تروا لو تروازيام يكون في الليني ولا التالي
فير لافون وعمل ماتش ماتش تكتيك لو جو بيستون عمل تريز انتيليجون. وبالله ابروبو من الشارنيير سنترال انا نحب الحق خاطر ذا اللي كسبنا حاجه كبيره ياسر هي لا شارنيير سنترال نتاعنا اليوم اللي متكونه من بلال العيفه والطالبي طفل الطالبي وحسن الطالبي. انا ما نعرفش راي شخصي نشوف اللي الولد بلال العيفه بيان سور سي سي انسان كي ا ريسيسيتي دو سي سوندر انسان معناها عاود حياة من الاول جديد معناها سكيلا بيردو اون بوا وعلى فكره بحثين المدرب اللي رجعله الحياة راهو كسبوا في المونتال وكسبوا في عندنا المدرب بحثين رجعله الحياة في النادي الافريقي اي كل واحد كل واحد دان كوتي لسعد ودان كوتي عزيمته هو اللي خسر 17 كيلو خسر في شهر ماهيش نكلمك كل فوز دو كاركتير والبرسيفيرونس اللي عنده ا سيتاج لا ا 32 ان وقت اللي تكون تخمم باش تبطل وبرشا ظروف كان ضد والظروف سيرتو بعد ما ضعف ومشى لاسبانيا ورجع جات الكوفيد وقفت الشامبيونا انا باش نحكي لك والناس والناس سامحني لسعد بالله باش نكمل النقطه هذه بركه كونسيرنون بلال العيفه والطالبي الملاعبي هذايا معناها اللي خسروا اون بوا كسبوا اون مونتال كسبوا اون اسيورونس كسبوا اون قلب كسبوا اون فولونتي اون فولونتي نتاع واحد يحب يظهر يحب واكيد معناها انا سمعت دي فيديو ينحكي فيهم على بوه حتى بوه وامه ولا رياكسيون دورجوي نتاعو اللي حب يرجع بوهم ونقطه تخص الطالبي اللي عمره 23 سنه طفل تخريج كوره نظيف اسيورونس كبيره تفل معناها عنده ثقه في النفس وعنده دي جيست نتاع تخريج كوره نظيفه على الاخر جو بونس اللي الوليد هذا كان يكمل سور سالونسي وكان معناها يجير بيان سا كارير ينجم يلعب في لي كلوب اوروبيان الكبار علاش خاطر احنا ديما قاعد الهجس نتاعنا جواريتنا ما يحترفوش في دي كلوب اوروبيان ما يحترفوش في دي كلوب اوروبيان كبار الطفل هذا إلي كابابل دو لو فيغ إلي كابابل باش يولي زاد ليدر دو لا ديفونس تونيزيان وشامير هذيا ظهر لي ربحناها والمشكل اللي زوز ما كانوش في الحسبان بلال رجع من لا شيء والطالبي استفاد من مرياح معناها اللي معناها شوف ربي ضارة النافعة بيان سور ربي يشفيه لكن سايتي لا ريفيلاسيون انسان جاك من بعيد انسان معناها ما كانش محطوط في الحسبان ان توكا ان تونك تيتولير ان تونك تيتولير معناها واستفاد من ويل سي تامبوزي ان تونك اليوم ولا اون كلي دو لا ديفونس اون بيس ميتريس دو لا ديفونس يعطيهم الصحه جواريت هذوما اثنين في الاكس لسعد باش نرجع لك نمشي لسي رضا في تفاعلك مع الشيء هذا كلنا رايت لقطه البارح فاروق المصطفى من حارس مرمى الى مدرب حراس ورياض ولسعد يعديونا الصوره في المباشر يظهر لي يبدو لي فما لحمه كبيره في المنتخب الوطني التونسي واللي حضر لي زازي شوف تبارك الله ساعه نحب نشكر سي لسعد وسي يوسف حتى مدام عايده تكلمنا على الجزئيات الفنيه لكن لو نتذكر الحلقه نتاع ليله الماتش كان سي يوسف موجود الاثنين الاخرين شهاب وغازي مش موجودين كنا اتفقنا على حاجه اللي هي لا بريباراسيون دو ماتش في ثلاثه حاجات لكن بعد الماتش نوليو نحكيو على التكنيك والبلاس والامبلاسمون والبلاسمون طلبنا ثلاثه حاجات هنا في الاستوديو وكنا سي يوسف كنا متفقين عليها اللي هي لا بريباراسيون دو ماتش تتطلب لو كوتي مونتال دابور راك ما تنجم تحكيو توا في الكوتي التكنيك لما فما اون بريباراسيون مونتال اكيد لانه الملاعبي اذا اور سوجي لو تقول له واحد زائد واحد يقول لك خمسه خاطر ماهوش موجود دونك وقت اللي يكون بريباري مونتالمون يولي يطبق اول حاجه الكوتي فيزيك عملنا البارح ساعه ونص بارك الله يعني اللهم صل على النبي تقولش علينا معناتها هالكيب هذه عايشه مع بعضها عام كامل واهم نقطه اللي طلبناها لهنا لو كوتي تكتيك اللي انا قلت شنو هو الشيما اللي باش يطلبوه من الملاعبيه الطاقم الفني هنا نحب نشكر الطاقم الفني جلال قادري مدرب ومدرب مع الكفر لكن كبير منظر كبير جنرال موت هو انت مدرب ولسعد مدرب باش نسلكم vous avez toujours travaillé avec des adjoints تتشاوروا معاهم ولا لا صحيح وبعض احيان الادجوان يقترح عليك نقطه من النقاط تاخذها ان كونسيدراسيون ما تاخذهاش
سيرجع لك لك انت لانك انت الاول والاخير انت اللي تقرر. اذا هالمشكله هذه اهم شيء راهو الاستاف تكنيك متطلب من الانترينور دي غارديان، متطلب بريباراتور فيزيك، متطلب من المنظر الكبير وسي جلال القادري. راهو النجاح اللي يرجع ثم النجاح حتى الاداره تاع المنتخب راهو خلينا نحكي توا امور فنيه عايش فنية. ما تخرجنيش من واحد واضح. انا نحكي امور فنيه. استاف علاش نقولوا استاف تكنيك؟ متكون من خمسه سته من الناس، كل واحد يساهم في من مكانه باش ينجح الفريق. توا انا هذا نحب نحكي فيه يعني. الستاف تكنيك بما فيهم منظر كبير الله يفرج عليه مش حاضر في الماتش، لكن انا جو سوي سارتان وانه جلال القادري يتصل بسي المنظر شقولك نعملوا هكا شقولك نعملوا هكا، لانه جلال القادري ما ينجمش يتحمل مسؤوليه لحاله في المباراه هذه، خاطر المباراه هذه تتحسب عليه. اذا لا بد ان يشارك وياخذ الاذن وياخذ الراي نتاع المنظر الكبير. دونك لا فيكتوار نتاع البارح فيها سي المنظر الكبير، فيها سي جلال القادري، فيها لونترينور فيزيك، فيها لونترينور دي غارديان، هذا اهم شيء. لان الملاعبيه راهم هم جاهزين من هالنواحي اللي طلبناهم ليله الماتش. يوني تاي داكور انا اذا ما فماش واحده من هالثلاثه نقاط ما نجموش ننجحوا. سيوني تي بريبار سيوني تي مال بريباري سور لو بلون مونتال ما نجموش ننجحوا، سور لو بلون فيزيك ما نجموش ننجحوا، سور لو بلون تكتيك ونجحنا. نحب نشكر الطاقم الفني ونحب نشكر سورتو 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 لي جوار على التطبيق. ينجم المدرب يبدا يحكي من الصباح لليل ويلزمنا نعملوا هكا ويلزمنا ويهبط الملاعبي مسيب على روحه. دونك برافو برافو لي جوار. واتمنى هالكويزيون هذيا بتاع تقول لي انت والله فاروق بن مصطفى انترينور دو غارد، الناس كلها انترينيرات، الناس كلها مع ليكيب ناسيونال مالغري كي لي سيسبوندو فاروق بن مصطفى. مول لونترينور دي غارديان كوفيد. زياد فوالا دونك تبارك الله يعني كي يفرح. ما نحبوش نحطوا المسؤوليه على ملاعب، يعني توا كان جلال القادر يخسر، تحب نقول لك حاجه؟ كان جلال القادر يخسر راه يسبوا المنظر. سيرتان. انا اللي عجبتني في عند يوسف يوسف هنا برافو بور يوسف وزيد ناكد الكلام تاع الاسعد في الليدر تاع يوسف. كي تغزر خاطر نجم نعرف نجم اون اوبسيرف احنا لي زونترونور كي نتفرجوا في الماتش اوني با دي سبيكتاتور اون اوبسيرف. شفناه في التيران بينات بعضهم خاطر هما لي تروا قدام حمزه وجزيري ويوسف. ساعه ساعه يصير برميتاسيون تلا في يوسف يعمل هك معناها كل واحد ياخذ بقعته. انا هذا اللي هو كابيتان توت فاسون لو كابيتان سي لو برولونجمون لونترينور سور لو تيران اوسي وهذا المطلوب معناها بيان سور. كان تذكرش هنا في الاستوديو هنا تكلمنا اللي على البنك وقلنا حتى الجوار كي بداوا على البنك يلزمهم يحضروا روحهم يحضروا روحهم. نرجعوا للديكلاراسيون اللي عملها شبادي قال احنا على البنك ونشوفوا في ولادنا كيف ولادنا مالغي وصل ضربة تاع العشيه راهو كوفيد ومش متريني وضربة تاع العشيه ويهبط حاضر في الذهن نتاعو معناه كلاه قال احنا على البنك وكيفاش نغزلوا الولاد نتاعنا كيفاش يطبقوا ويعملوا في الانجاجمون وبيان بلاسي وصل له ميساج للبنك معناه هذا اش قلت انا قلت العباد كل واحد ياخذ المهام نتاعو ديجا اللي دخل دخل حاضر سليتي كي دخل الى فاي ماركي سليتي كي دخل كان ينجم يضعف الناس حاجه تفكرتها ما نعرفش وين سمعتها معناتها سيتي اوفيسير وانه الملاعبيه قعدوا وحدهم أي. مع حياتي. يوسف المساكن يزون تونو اون ريونيون وحدهم شوف هنا قال هنا قال هنا انا ايوا تقريبا حد من الاولاد حلمنا اللي هما عملوا اجتماع شوف معناتها العقليه نتاع الملاعبيه ما نحبش نقول كيف يحبوا يلزمها العقليه هذه تكون موجوده ديما في كل ماتش رانا راكم تمثلوا تونس ورانا وراكم ما تخافوا من حتى حد سدوا اذنيكم شويه يا ملاعبيه ما يجمش سد وذني وقت اللي كل يوم يسمع في الاتاكسي اللي جوار يفو اتر توجور ديرير اللي جوار دير ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال راهي ملك الناس الكل مش ملك الناس الكل وقت اللي تربح وقت اللي تخسر تقول فيها برشا كلام. يوسف للامانه راهو الاعلام التونسي 70 80 90% خلينا نحكي على الاعلام لانه برشا اتهامات وجهت للاعلام التونسي. نحب نقول 80% من الاعلام التونسي راهو وراء المنتخب الوطني التونسي لا عنده لا حسابات ولا عقبات. الاعلام التونسي وكان تشاهد باش نوريك بعض الصور للزملاء ما تكلمش على الاعلام انا لا نحكي انا معاك لانه موجودين الحسابات والعقبات وهذه هي دنيتنا في تونس بارتو دون لو موند الحساب والعقاب موجود في كل الاذاعات والبلاتوات التلفزيونيه. وعلاش نحن هنا الحمد لله ونسبه المشاهده عاليه وعاليه جدا والحمد لله انه نحكيو اعلام ما نحكيوش افلام
فما كان لو ميساج اللي يوصل تحليل فني وصور. شو بالله يا لسعد لانسي فيتيير هذايا، لانه اجواء اعلاميه مميزه للزملاء، فتحيه اليوم من الكامرون، وهذا ميساج لحسين جنيح اللي قال انتم اقفوا رانا، رانا احنا ديما واقفين وراكم بالتوصيه نتاعك ولا غير التوصيه نتاعك، تقرير وراجعين. جرون برافو لكل الزملاء الموجودين في الكاميرون، تغطية متواصلة 24 ساعة على 24 ساعة، ما نحبش نذكر الأسماء نخاف ننسى اسم، فأن جرون برافو ليكم ويعطيكم ألف صحة. والغنية هذه تذكرني بالكوب دافريك 96، تفضل. شوف ربي العربي معاهم هذاك العربي العربي هو العربي العربي أحسن واحد يشطح فيهم، شو محلاه شو محلاه والله أحسن واحد يشطح. مية مية مية. شوف خالد أنيس حبيني عربي وسليتي جسبار قائد الفرقة مالك سيسي تسعة بوزقار ناس مراسل مزيك نسيت الاسم سامحني ذوادي نتاع جوهره مالك ساسي. فللامانه صوره معبره، وراه الاعلام التونسي قلبا وقالبا مع المنتخب. يظهر لي الفرحه اللي فرحوها الملاعبيه في الفيسيير سي يوسف، فرحوها الاعلاميين عايده بعد المباراه. الاعلامي هي مهنه كما المدرب فيها. هي مهنه، اما الهويه هو تونسي معناها في نهايه الامر. حتى الاعلاميين توا حتى المعلقين كي نسمعوهم، كل معلق تقهور بلاده من غير ما يشعر، معناها من غير ما يشعر تقهور بلاده ويشجع في بلاده اللي هو سانسي لا. مثلا ماذا بيك مثلا تقول او الحياد والموضوعيه وانت تعلق على مباراه فيها زوز فرق، لكن ما تنجمش تنحي صفتك كمواطن، معناها ما تنجمش تستأصلها من صفتك من مهنتك، معناها باش تلقى روحك تنسيق مع الأجواء، باش تلقى روحك تنسيق مع حبك للوطن للجمعية اوبليغاتوارمون باش تلقى الأمور هذية. يعني عادي معناها مشاهد كهذية عادي جدا، لأنه هو مواطن تونسي أيضا ماهوش إعلامي بركة ماشي في تغطية، لكن بيسير كي بلاده باش تربح باش يفرح. احنا شفنا مساروة فرحانين لتونس على خاطر العرب زاد بعد تولي توسع شوية، تولي المغرب العربي، تولي العروبة، تولي هكاك. شفنا بوتريكا معناها كيفاش، معناها الجيست اللي عملوا، شفنا اليوم المساروة ولاو يعطيو يعطيو بمثال بتونس، يقول لك معناها كان تونس وصلت ربحت نيجيريا، هذه رسالة اللي نحن كمساروة اللي احنا نجمو نربحو الكوت ديفوار، معناها قدوة ولات معناها بالنسبة اليوم ستون ريفيرونس. عايدة فما اعلام اعلام، بالعكس الاعلام راهو بلاش اعلام ما تنجمش تقدم. اكزاكتومون هو اللي يوريك في الصورة زادة. فما اعلام يعمل لك معناها تحليل ويعمل لك كريتيك، تسمعوا تا باغ اكزومبل في القناة مش لازم نقولوا اسمها حاتم قال كلام سيت ان انسيان جوار حاتم الترابلسي قنوات البين سبور. اي بين سبور قال كلام فريمون يشجع معناها شكر الجوارات وشكر الاطار الفني، قال فريمون ليكيب ناسيونال حاليا مشات في التوجه الصحيح. اي فوالا وقت اللي مثلا فما حاجه غلطه يقولها غلطه بيان سور، لا يقولها على حسب التيران. التيران راهو بالعكس الاعلام مرحبا به، هو النزاهه سي يوسف النزاهة. هو النزاهه هو المطلوب، النزاهه الفكريه النزاهه الفكريه، خاطر فما عبد ينقد في مواقف معينه على خاطر يلزمك تقول زاده الباهي الكل الباهي سي دو لاكي. وقت شنو الحاجه اللي تقولها؟ تقول النقايص باش يتبنى عليها، اما خاطر الباهي الباهي معناها مفروض منه موجود، فهمت؟ لكن وقت اللي تحس لا موفيز فوا والا تحس فما معناها تخديم مخ ولا فما حكايات اخرى تدور، وصارت حتى راهو لفائده المنتخب، مش من زاده ما نحطوش كل شيء على ضد المنتخب. سي يوسف باش نكونوا صريحين، صارت مع المنتخب معناها حتى في الحاجات النيجاتيف قال شي يرحم فمه في كلمة سي فوزي البنزرتي كوليكية نيجاتيف. حتى كي تبدا كوليكية نيجاتيف فما ناس معناها في الغالط. المطلوب هي النزاهة، انك وقت فما غالط تقول غالط، وقت فما صحيح ومحلاها الدنيا وكل شيء نقول محلاها. معناها
النزاهه سي سا والموضوعيه. نحب نوصل ديديكاس من وكيل اعمال اللاعبين حمزه لشيقه اللي قاعد تبع فينا من باريس، اليوم ولده وعمل عمليه جراحيه يونس. الف سلامه لي حمزه، وديما ابقى برونشي على قناه حنا بعد. نرجع لك الاسعد في التفاعل والتعاطي الاعلامي مع الواقع الرياضي وواقع المنتخب في الايام هذه. قبل ما تحكي لي على بلال العيفه كيفاش عشت معاه الفتره هيك. شوف الاعلامي قبل ما يكون اعلامي هو مواطن تونسي، معناها يشجع المنتخب كالناس الكل. قبل ما يدخل معناها المعهد الصحافه كان يشجع في المنتخب وكان يديبلاسي مع جمعيته، دونك مهنا عادي وقت اللي باش نشوفه اعلامي يدخل معهد الصحافه اخويا. وقت اللي باش هو الاعلامي الصحيح، وقت اللي باش نشوفه اعلامي يتخمر معناها دوس يلزمنا نحلوه عاديه، معناها ما يلزمنا نحلوه. شوف يلزمنا نقبلوا بارفوا الكريتيك، لكن يلزمنا نفهموا حاجه. هذاك علاش عجبني جلال، سامحني، هذاك علاش عجبني جلال في جلال القادري بيان سور في لا ديكلاراسيون ابري ماتش، عجبني خاطر قال احنا معرضين للنقد ويلزمنا نقبلوا النقد. هذيك خدمتنا نحن، ما باش خدمته نحن نتحدثوا عن النقد والنقد. ليش شتم ليه فل بلا اذا باش تنقد انت اليوم باش تنقد انا، مش كل شيء ماشي خاطر فما حاجات ما يمشيوش، يحتمل ما راهمش انا، فما دي بلاتو ينقدوا عادي جدا، لازمك تقبل وتمشي معناها وتسمع وتحاول اذا حاجه فيها فايده باش تاخذ منها، ما فماش علاش باش ما انت تشد صحيح وتكسح راسك. لكن البلوز امبورتون بالنسبه لي انا في دي مومون كيما هذوما، نحن تو نتعديو بيريود خايده المده الاخرى مع ليكيب ناسيونال. اليوم تعدينا الفاز الاولانيه وتعدينا مرحله معينه، المنتخب التونسي بعد مباراه نيجيريا لازمنا نطيو الصفحه وندخلوا في جديد. اليوم يلزمنا كله الناس كل بوزيتيف، اليوم الناس كل ورا المنتخب التونسي، حتى كان فما نقائص، حتى كان فما مشاكل، ماذا بينا نتلافاهم وما نحكيوش عليها. اليوم يلزمنا الناس الكل يكون عندنا اوبجيكتيف واحد، انه نوصلوا بالمجموعه هذه للفينال، خاطر بالنسبه لي انا في الفينال من بعد فما حديث اخر، دو ماتش مازالوا نجم تعمل من بعد فينال. دونك اليوم يلزم تكون الناس كل موبيليزي، صحافه، اعلام، حتى لي زونسيان جوار، احنا كمدربين. اليوم منظر الكبير راهو يمثل المدرب التونسي، بالنسبه لي انا نحكي شخصيا كمدرب. اليوم صوره المدرب التونسي في الميزان، وقت اللي ينجح منظر الكبير لازم نفرحوا له، خاطر منظر الكبير يعطي في صوره معناها للمدرب التونسي الناجح اللي قاعد ينجح بارتو في الموندراب. حتى في الافريق فما دي زونترونور تونيزيان بارتو موجودين، ما يلزمناش نقزموا رواحنا، يلزمنا نعطيو قيمه للاطارات نتاعنا كسوا الفنيه ولا الطبيه ولا معناها في اي مجال. اليوم نحن عندنا مدرب يمثل تونس، مطالبين الناس الكل باش يكونوا وراه، باش ندزوا السيد هذا والمجموعه اللي معاه ستاف تكنيك اللي موجود غادي باش يمشيوا باش ينجحوا، وقت اللي ينجحوا هما نجاحنا نحن خاطر بدرجة أقل من بعد المدرب التونسي صورته في العالم باش تكون صورة معناها ناصعة، والناس الكل باش تحدد على إنجازات المدرب التونسي اللي قاعد ناجح بارتو تويكا. ماذا بينا الناس الكل اليوم نطيو الصفحة ونمشيو لقدام. وقاوس الناس الكل حتى وزارة الإشراف وحتى سلطة الإشراف اليوم نهلي شخصنا أو جهتك. نحيو شوية شخصنا. إيه جهتك بعد، لأنه مش نحكيو عليه موضوع يلزم نحكيو عليه كما يجب، لأنه وقت اللي تسمع اليوم رئيس نيجيريا يعمل فيديو كونفرنس مع لاعبي المنتخب النيجيري ويدز الى الامام ويحكي بكتون هذاك ويشجع، واليوم راهو خلاف مازال متواصل بين جماعتنا ووزارتنا اللي للامانه ماهوش وقت، حتى كان فما خلاف، حتى كان فما خلاف، حتى كان فما خلاف، فما مصلحه منتخب في الميزان. يعني انك انت تهزر اليوم عندك منتخب وانت سلطه اشراف، من واجبك انك باش تشجع المنتخب، يهمنا في الامور الشخصيه والخلافات الشخصيه ما بين الاشخاص يعني، فمعناها في العاده ذكروا. حاب نعدي بعض الصور اللي خذيتهم اليوم. اليوم وزاره شؤون الشباب والرياضه تهبط يعني بيان على الصفحه الرسميه نتاعها وتقول مبروك للمنتخب التونسي، وكنا قد يعني باركنا وهنينا لكل اللاعبين والمدرب و ومن بعد بقليل يهبط تدوين حسين جنياح العضو الجامعي يقول حتى الطرف لا وزير ولا حتى واحد من الوزاره لا تصل لا بمدرب ولا بلاعب ولا بعضو في المكتب الجامعي، وتتواصل العركه هذه. لا حسب معلوماتي خالد، تتواصل العركه هذه خالد حسب المعلومات اللي عندي، سيد وزير شؤون الشباب والرياضه اتصل بالسيد منذر الكبير مدرب الفريق، ونعرفوا احنا اللي سابقه اللي صارت قبل حتى من تنقل المنتخب الى الكامرون، حتى كي استدعاهم في رئاسه الحكومه كان منذر الكبير هو اللي رافق الفريق مع الاطار الفني. شكون صدق
اتصل اتصل بمنظر العضو الجامعي الموجود على عين المكان. فني فما مدرب ولاعب مدرب اتصل مدرب منظر الكبير منظر الكبير اتصل بمنظر الكبير ومنظر الكبير قال له بلغ تهنئه وتحياتي لكن هذا ما يمنعش انه البلاغ مكتوب معلومتي براتيكمون من مصادر وزاريه لكن الماتش هذاي البلاغ مكتوب بالغالب خاطر انت كيقول كي تقول اتصلت بكل بالوفد والكل معناها كان من الاجدر انه تقول اتصلت بالمنظر الكبير تنجم تكون صارت ما بيناتهم هما معناها الحكايه وحسين جنيح ينجم يكون ماهوش على علم بما انه من صورش منظر الكبير ما التحقش منظر الكبير ما التحقش معناه ينجم يكون منظر الكبير مش يهز التليفون يقول راهو اتصل نجم يقولها للجوارات وقت اللي تقابل معلومتي من وزاره شؤون الشباب والرياضه انه اتصل بمنظر الكبير لكن في هذه الحاله كان من المفروض انه يتكتب البلاغ على انه اتصل بمنظر الكبير مش اتصل بكل في هال الفوفعه هذه انا مازال فرحان انا مازال فرحان انا شيخ بعد ما فاش قام نحكي تو وقته اللي عملوه مو لا 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 ما يهمنيش انا فرحان وشيخ الله مصلي على النبي على المنتخب لو سيس بعد ما نلعبوا الفينال لو نوف الفينال مش لو سيس لا باهي لو نوف نمشي معك لو ديس نتحاسبوا نحكي تو لا بين هو صار هذا بركه اللي صار ما تخلينيش عاد نخرج فما حاجه اخرى صارت تعرفها انت صار ما صار شيء قبل نسال فيك قبل على الوزاره والجامعه والحمد لله ما لقري لي بروبليم انا واصلين نقول له مبروك يا سي وديع طالما يجيب نتيجه نقول له مبروك نهار يغلط نحاسبه رياضيا تو رياضيا من عندي معاه مشكله انا ادخل رياضيا ليه ما خالف فما تحكي على الوزاره ربطنا ما يهمني في شيء انا شيخ تو ليكيب ناسيونال شيخه لو نوف قول مارس لو نوف فيفري يا سيدي نلعبوا الفينال لو ديس وقتها اذا فما شيء نجي ونتحاسب تو لا انا لا نتحاسبوا رياضيا خلي بيان سور رياضيا الوزاره والجامعه هذيك بالله رياض اعطينا اجواء حجرات الملابس والحافله ونزلوا ونشوفوا اللحمه الكبيره اللي كانت موجوده بين العناصر الوطنيه وما بين رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم تقرير راجعين أكيد فرحة كبيرة والأكيد أن الفرحة هذه انتهت البارح واليوم المنتخب رجع يحضر لمباراة بوركينا فاسو نحطوا ساقين على الوتام عملنا حتى شيء ف...
فرحة مؤقتة إن شاء الله تكون دائمة إلى يوم 9 فبراير. في الانتظار نمشيو للزميل شاكر الكنزاري مباشرة في قرواي يعطينا آخر الأخبار وحصريات المنتخب الوطني التونسي وإبداع للأمانة من زميلنا شاكر الكنزاري وهيثم الراجي وتغطية مميزة للعمل الميداني غاديكا أن جرون برافو ليهم الاثنين. نمشي لك سيدي إذا حبيت تعلق على الصور اللي كنت شاهد فيها. اللهم صل على النبي في الميدان وفي الرقص في الفيستير 10 على 10 إن شاء الله نكملوك. هيك تظل قلوب صافيه سي يوسف بين الاطراف الكل تمشي الامور. هكا حتى سي وديع الجري يشت. لا الفرحه فرحه شبيك. حتى سي وديع الجري. قلت لي وقت اللي العالم صفق سامحني صفق وقت اللي وقت اللي الراي العام الكروي الكل حاطين خاسر وتربح. ما يحبش يوسف. يوسف قال له ما تشطحش. شو ما يحبش؟ عمل لك هيك ما تشطحش. عمل لك انا شفته يشطح اخي عادي. فرحه اذا ما يشطحش في الفرحه هذه وقت ما يشطح. لا يشطح نصور في كوب افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله يهزها على كتافه. قلت لك بالنسبه للملاعبيه سي ان بون ديفولمون معناها ابري ان ماتش في تورنوا طويل معناها باهي كي تعمل هذايا ماهيش يلزم تعبر على فرحتك ويلزمك تخرج معناها توت لينيرجي هذيك نتاعك ولا الحمصه ولا لو سونتيمون دامور بروبر ولا اللي هو بيان سور هذاك الكل. لكن انا متاكده اللي سي اليوم كل شيء فيه معناها اليوم في ايتا ديسبري اخر وفي كونسنتراسيون ترجع ومعناها هذاك الكل يقعد جانب الماتش هذاك يتحط على جنب. مي اللي صار من بعد الماتش الكل عادي جدا باش يفرحوا. سي المنظر الجبنيني تحيه لزميلنا المنظر الجبنيني. ما نعطيكش معلومه غالطه. انا ما قلتش غالطه تاكيدا للكلمه متخرجه من معهد الصحافه راك. اكدت الكلام نتاعك. الاخلاقيات اللي تحكي عليهم. شكرا يا سي مندب. نمشي لك سي يوسف. اللي صار توا حاليا كسي باهي وباش يوريك قداش كان الضغط على العالم اللاعبيه خاطر تحطينا في وضع اللي كانوا اليوم يروحوا لو كان خسروا. لا حطينا في وضع معناها ما نجموش ولا واحد كان يتمن ان ليكيب هذه باش تتعدى. كانوا كنا نشتغل مش احنا بركه راهو حتى الراي العام الفني معناها في على المستوى صحيح الافريقي صحيح وفرنسا اليوم ليزارتيكل الكل معناها في الصحافه الفرنسيه ليكيب ناسيونال تونيزيان كري لا سونساسيون ليكيب ناسيونال تونيزيان لا سوربريز دو لا كان معناها الناس كلها الوضع اللي مر به المنتخب التونسي. شوف الوضع اللي مر به المنتخب التونسي الكل خلينا نقولوا الكلمه هذه ولكن خلينا نكملوا الكلمه هذه بعد الفاصل الشيء سيوسف وراجعين. اي تفضل.